اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. رحلة خاتم نحو العلا عين الفخار شق طريقه بين الممات تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر. رحلة خاتم نحو العلا عين الفخار شق طريقه بين